مصر هي أرض الأهرامات والفراعنة، حيث المقابر المملوءة بالكنوز المتلألئة، وحيث الرجال الأقوياء الذين حكموا بلادهم كآلهة. وعندما نفكر بمصر القديمة فإننا نفكر بالملوك وثروتهم وسحرهم، ولكننا عادة ما نهمل التفاصيل السيئة والغريبة والتي قد تكون في بعض الأحيان مثيرة للاشمئزاز. إليكم مجموعة من المعلومات الغريبة عن الحياة في مصر القديمة. إذا مات رجل في مصر كان يتم تحنيطه بطريقة لائقة، أما النساء فكن يعاملن بطريقة مختلفة، وبالأخص النساء الجميلات، فلا يرسلن إلى المحنطين إلا بعد أن يتحللن لأربعة أو خمسة أيام، وكان ذلك يرجع لعدم ثقة المصريين بالمحنطين، فكانوا يخافون أن يقوم أحد المحنطين باغتصاب جثة المرأة الجميلة، إذ إن أحد المحنطين المسؤولين عن تحنيط أحد الأجسام الملكية أمسكه زميل له متلبسا بالجرم المشهود وأبلغ عنه، فتعلم المصريون من أخطائهم. نعرف من خلال الرسومات على المعابد الفرعونية أن أغلب الناس كانوا يحلقون رؤوسهم في مصر القديمة، ولكن البعض تساءلوا لما اعتقد المصريون أن الصلع كان بالمظهر الجيد. العلماء اليوم أصبحوا متأكدين من معرفة السبب، فقد كان القمل منتشرا في مصر القديمة، فمقابر حكام مصر مملوءة بالقمل الذي يبدو أنه يخرج بكثرة من بقايا أجسادهم. امتلك المصريون القدماء علاجات للقمل، ولكنها إما لم تكن تعمل أو أنها لم تكن تستحق العناء، وأغلب الناس ضاقوا ذرعا بانتشار القمل في كل أرجاء البلاد، لدرجة أن كل من الرجال والنساء قاموا بحلق كل شعرة في أجسامهم، ونساء عادة ما كنا يرتدين الشعر المستعار الذي يمكن التخلص منه إذا امتلأ بالقمل. عندما اكتشف هوارد كارتر مقبرة توت عنخ آمون التي لم يمسها أحد، وجد ثروة من الكنوز والآثار التي لم يرى المؤرخون مثلها من قبل، ولكن أشد ما أثار دهشته هو أن الملك توت كان مدفونا وقضيبه منتصب. لا أحد يعلم السبب تحديدا، ولكن الملك توت هو الحاكم المصري الوحيد الذي وجد على هذه الحالة. هناك نظريات عدة حاولت تفسير ذلك، بعضها أكثر جنونا من الأخرى، وطبقا لإحدى النظريات فإن ذلك العضو المنتصب لم ينتمي له في الحقيقة، فيعتقد بعض الناس أن محنطيه استبدلوا عضوه الحقيقي بآخر ينتمي لمتبرع أكثر إثارة للإعجاب، وقام محنطوه بهذا الفعل كدلالة على سيادة الملك وانتصاره حتى بعد موته. كان لدى المصريين أساليبهم الخاصة لتحديد النسل في ذلك الوقت، والمصريين القدماء كان لديهم اهتمام وفهم كبير للطب، ولكن هذا لا يعني أن تلك الأسباب لم تكن مقززة بشكل مرعب، حيث كان للنساء خيارات قليلة لتحديد النسل، والتي تشمل خلطات مختلفة لمنع الحمل. بعض الخلطات الألطف كانت تتضمن العسل، ولكن النساء الأكثر شجاعة كن يخلطن أوراق الشجر بروث التمساح، ثم كان على المرأة أن تغرس ذلك الخليط بداخلها. كذلك لم يكن الرجال بمنأى عن الأمر، فقد كان لديهم موانع ذكورية للحمل والتي لم تكن أفضل حالا، إذ كان على الرجال فرك عصير البصل بالعضو الذكري ليحموا أنفسهم من إنجاب الأطفال. أغلب رسومات الفراعنة أظهرتهم كأناس نحفاء وأقوياء، ولكن ذلك كان أبعد ما يكون عن الحقيقة، فقد أمر الفراعنة رسامهم أن يظهروهم بشكل جميل، ولكن الأجسام الحقيقية التي وجدت تكشف أن أغلب أفراد الأسرة المالكة كانوا بدناء جدا، فقد كان لدى الحكام المصريين نظام غذائي مريع. كان الكهنة يأمرون بتحضير ثلاث ولائم كل يوم، جميعها مليئة بالنبيذ، لحم البقر والكعك، وكانوا يلتهمون ذلك الطعام المليء بالدهون المشبعة طوال اليوم. وقد وجدت مومياوات ببطون منتفخة وثنيات دهنية كبيرة. كانت السمنة حقيقة بالنسبة لفراعنة مصر، لدرجة أن المصريين كانوا بالفعل يكتبون نصوصا طبية عن مخاطر السمنة بحلول عام 1500 تقريبا للميلاد. كان لدى المصريين القدماء نظام طبي كامل للولادة،
فقد كان لديهم أساليب لاختبار الخصوبة والحمل والتي كانت متقدمة بحق في ذلك الوقت، وأيضا كانت غريبة بشكل لا يصدق. لاختبار الخصوبة كان يقوم بعض الأطباء بفرك الزيت بجسم المرأة بالكامل، ثم يأمرونها بالاستلقاء حتى الصباح، فإذا بدت نشيطة وجيدة إذن فهي خصبة، والعكس صحيح. آخرون كانوا يقومون بشيء أكثر غرابة، كان الطبيب يضع فصا من الثوم أو بصلة بداخل مهبل المرأة، ثم في الصباح يقوم بشم أنفاسها، فقد كان المصريون القدماء يعتقدون أن كل فتحة في جسد المرأة متصلة بالأخرى، وأن أفواههن لديها أنابيب تمتد للأسفل. إذا شم الطبيب رائحة الثوم فذلك يعني أن تلك الأنابيب سالكة وأن المرأة خصبة، ولكن إذا لم يتمكن الطبيب من شم رائحة الثوم فذلك يعني أن تلك الأنابيب مسدودة وأن تلك المرأة لا يمكن أن تلد. كانت مصر القديمة كباقي المجتمعات القديمة موبوءة بالأمراض، خاصة البلهارسيا التي أصابت كل الناس هناك تقريبا. والبلهارسيا هي مرض يجعل الناس يشعرون بالإعياء ويسبب ظهور الدم في كل من البول والبراز، وكان هذا المرض شائعا جدا لدرجة أنهم لم يعتقدوا من الأساس أنه مرض، وهذا ما دفعهم إلى الاعتقاد أن يدركوا أنه كان مرضا بالأساس بفكرة أن الرجل يحيض أيضا تماما كما تحيض النساء، وكانوا يعتقدون أن ذلك الدم الخارج من أجسادهم هو جزء طبيعي من عملية البلوغ والنمو، حتى أن تبول الدم كان ينظر إليه على أنه شيء جيد، فقد كانوا يعتقدون أن الرجل الذي يحيض هو رجل خصيب.